ونحن ندخل إلى البرنامج بكل أسف وألم أن نرى بأن هناك من السياسيين ممن لا زال وما زال لا يدرك بأن هذه ثورة شعبية إصلاحية، ولهذا صدر بيان مؤسف أقل ما يقال عنه، لأنه إن كان يتحدث عن توقيتات دستورية لكنه يصف الثائرين العراقيين بأنهم فوضويون وغوغائيون، نفس اللغة التي استخدمها السابقون وأضاعوا أنفسهم وأضاعوا العراق. لكننا نقول اليوم بأن الموجودين الآن، روح لهم الزمن المخرج، ذولا يمثلون جذوة ثورة الإمام الحسين عليه السلام وجوهر الثورة الممتد إلى الآن بقيادة حفيد الإمام الحسين سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله. إنهم ليسوا بغوغائيين وليسوا بفوضويين، إنهم عراقيون أصلاء. فتحدوهم وقولوا نعم نعم للعراق، يسقط يسقط الفساد. أيها الثائرون، أيها العراقيون، وباسمكم فإنني أسمي الأسماء بأسمائها، ولذلك أطالب الإطار التنسيقي وائتلاف دولة القانون أو ما يسمى بدولة القانون أن يعتذر فورا عن بيانه الذي وصف فيه الثائرين بأنهم فوضويين وغوغائيين. أطالبه بالاعتذار، وهيهات منا الذلة، نحن عراقيون، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. إن بيان ما يسمى بائتلاف دولة القانون ضمن الإطار التنسيقي، أنا أثق بأن هناك من يرفضه داخل الإطار التنسيقي، وأن هناك من يجب أن يعترض صورة وصوت على هذا الوصف. هذا الوصف للمتظاهرين الثائرين صار لهم 12 يوم متحملين الحر، شنو مصلحتهم؟ مصلحتهم أنه يصلح الوضع بالعراق، أن شعبهم يعيش باحترام، أن يحارب الفاسد، أن لا تكون هناك تبعية، أن يكون القرار عراقي. فهل يصدر البيان بوصفهم غوغائيين وفوضويين؟ واللي ضيع أموال العراق مغوغائي وفوضوي؟ اللي باع الموصل وباع الرمادي وخلى الإرهاب الداعشي بالهورنات يوصل إلى حدود بغداد، هذا مو فوضوي وغوغائي؟ اللي باع شباب سبايكر، هذا مو فوضوي وغوغائي؟ اللي عقد عقود الصفقات مع الفساد وتوزيع الكعكة، هذا مو فوضوي وغوغائي؟ اللي قتل أبنائنا وشعبنا، هذا مو فوضوي وغوغائي؟ اللي دمر العراق، هذا مو فوضوي وغوغائي؟ اللي رهن القرار العراقي مرة لإيران ومرة لأمريكا، هذا مو فوضوي وغوغائي؟ لا، هذا فوضوي وغوغائي وكلا كلا للفاسد، كما قالها سماحة السيد مقتدى الصدر، كلا كلا يا فاسد، كلا كلا يا فاسد، كلا كلا يا فاسد. السيد مقتدى الصدر، كلا كلا يا فاسد، كلا كلا يا فاسد، كلا كلا يا فاسد، كلا كلا.